السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. ايه رأيكم بقى النهاردة ما نضيعش وقت ونعمل حاجة سهلة وبسيطة واقتصادية بأربع مكونات في 10 دقايق؟ تابعيني للنهاية اذكري لو صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة معايا بيضة، بيضة واحدة بس، عليها رشة من الفانيليا، ولو ما عندكيش فانيليا هنحط نص معلقة صغيرة من الخل علشان زفرة البيض. قلبيها كده بالمعلقة او بشوكة بعد كده هنحط نص كوباية من السكر البودرة ونقلبها مع البيضة كويس. طبعا السكر البودرة بيساعد ان هو يدوب اسرع من السكر الحبيبات العادي، فبيدوب معانا من غير ما يغلبنا يعني. نص كوباية من الزيت ونقلبها مع المكونات كويس. حابة تحطي معلقة كبيرة من الحليب البودرة حطيها، مش حابة تحطي ما تحطيش، ده مكون اختياري مش اساسي في المكونات بتاعتنا. بعد كده هنحط معلقة ممسوحة من البيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات. بعد كده هنضيف الدقيق شوية بشوية لغاية ما تتجمع عندنا المكونات بتاعتنا. حطيت كوباية دقيق وبعدين قلبتها معاهم كويس بالمعلقة، وبعد كده كوباية الدقيق التانية هقلبها بايدي علشان اضمن المكونات امتزجت كويس. طبعا احنا بنمزج بس مش بنعجن لان دي مش مخبوزات، بس فاحنا بنجمع بس المكونات. انا احتاجت كوبايتين دقيق يعني ربع كيلو دقيق، ممكن انت تحتاجي اكتر مني او اقل مني حسب نوع الدقيق اللي موجودة عندك، يعني مش شرط نفس كمية الدقيق تستخدميها. هنقلب بقى كده ونكمل تقليب بايدينا لغاية ما نجمع المكونات مع بعضها. زي ما قلتلك احنا بس بنمزج المكونات، دي مش مخبوزات فاحنا بس بنمزجها يعني نتأكد ان المكونات كلها بقت ممزوجة ببعضها كويس. خلاص كده بقت جاهزة عندي. هنجيب بقى طبق ونحط فيه معلقة كده من الكاكاو البودرة الخام، وبعد كده هنجيب القطعة دي اللي موجودة تقريبا عندنا كلنا في المطبخ، هناخد قطعة كده صغيرة ونعملها كورة ونجيب القطعة دي ونحطها في الكاكاو كده وندوس عليها، بحيث ان احنا لما ندوس عليها وهي محطوطة على الكاكاو كده هتعمل الشكل اللي انت هتشوفيه دلوقتي ده، الشكل اللي عامل زي شكل الكوكيز، وفي نفس الوقت احنا ما استخدمناش شوكولات شيبس ولا اي مواد كده ايه مكلفة او معقدة او اي حاجة. الولاد فرحوا بيه جدا جدا البسكوت ده واعتبروه كوكيز يعني، لاني كان بقالي فترة طويلة بصراحة ما بعملوش. طعمه حلو كمان وشكله حلو للتقديم للضيوف، هيبقى حلو جدا، وفي نفس الوقت مش هياخد مني غير 15 دقايق بس، وفي التسوية برضو 10 دقايق. صينية بقى ونديها دهنة من الزيت ونبتدي نرص القطع، ما نلزقهاش في بعضها قوي عشان لو البسكوت فرش شوية يبقى ما فيهاش مشكلة. وبعد كده ندخله فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط 10 دقايق تقريبا، وهيبقى جاهز عندك اهو بالشكل ده، خطير كده ومقرمش ولذيذ، وزي ما قلتلك عمل شكل الكوكيز وهو في نفس الوقت مش كوكيز خالص، من اخف والذ انواع البسكوت اللي ممكن تجربيه. عايزه تضيفي كميه ضعفيها زي ما تحبي. اتمنى بقى الفيديو يكون اعجبكم، لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك وباشتراك وبشير للفيديو. اتمنى لكم سعيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.